إذا عندي هون اللي هاي البرايمري هدول التو سكندري اللي هون سمي هون مثلا اس 1 واس 2 هلا لو جينا عملنا بلوتينج للسيجنال اللي بتطلع معنا لو حطيتها اجينست نحطها اجينست هاي النقطة هاي الريفرنس تبعتنا حتى لو خليني ارسمها هذه هون رح انزل خط من المنتصف من هون هاي زي كانها الريفرنس بوينت وهذه اللي هي الديسبيسمنت او البوزيشن راح يكون عندي وهو مش موجود هذا اصلا لو حولت طبعا هدول لدي سي راح اخذ الاس 1 راح احوله لدي سي والاس 2 راح احوله لدي سي راح يكون عندي الفولتج اللي طالع من اس 1 خلينا افترض له قيمه معينه طبعا وبالنسبة ل S2 راح اخذ احاول اخذ نفس المسافة سيمتريكا هلا هو انا رسمته هيك يمكن يكون هو مور سيمتريكال بعرفش يمكن المفروض يكون مور سيمتريكال يعني ما يكون هلا هذا مش سيمتريكال مع هذا يمكن يكون مور سيمتريكال بس هاي الفكرة اللي موجودة هون هلا لاحظوا هدول الاثنين هذا عماله بيعطيني قيمة اعلى بالنص من اللي كان يعطيها وهي فيش رد بالمرة هلا هذا ديسبيسمنت او position of the جاي بنسميها رود او في ناس بسموها كور بس لازم يكون هذا فيرومغنتيك والريفرنس هاي هي الريفرنس بوينت الريفرنس بوينت اللي انا مستعملها اللي هي عليها هذه هون هي البوزيشن تبع النقطه اللي هي مركز الفيرومغنتيك ماتيريال اللي موجوده هون هلا الميثود الاولى راح نستعملها هي الدي سي ميثود الدي سي ميثود معناها اني باخذ اس 1 بعملها فول ويف ريكتيفيكيشن على بريسايز ريكتيفاير بحولها لدي سي S2 بعملها full wave rectification بحولها لدي سي بس هذا لسه بكون pulsating DC بنحول بنمرر على low pass filter وبعدين بطرح التنين من بعض فرح ناخذ رح امرر هذه اللي هي S1 السيجنال S1 اللي هي AC لسه هون رح نمررها على precise rectifier ورح ناخذ S2 كمان اللي هي AC راح امررها على بريسايز ريكتيفاير راح يطلع معي تو سيجنالز بس لاحظوا السيجنالز اللي راح تطلع معي راح يكون شكلها زي هيك والسيجنال راح تطلع هون راح تكون كمان هيك وطبعا الماجنتيود ما راح يكون متساوي راح يكون حسب القيم اللي موجوده هلا هذه حتى اتخلص هلا هاي عبارة السيجنال عن ايش؟ إذا رسمنا الخط هذا خلينا نرسم الخط هذا هون هيك إيه؟ نرسم الخط هذا هون هذه عبارة عن ميكستر اوف اي سي اند دي سي ليش اعتبرناها مش دي سي؟ هاي السيجنال اعتبرناها مش دي سي لأنه فيها تتغير إذا هي بالسيد مضبوط هو اتجاهها دائما بنفس الاتجاه بس التعريف الدقيق للدي سي هو ايش؟ السيجنال اللي اتجاهها كونستانت والماجنتيود تبعها كونستانت لما نكون دقيقين اذا نعرف دي سي هو اللي له زيرو كونتنت فريكونسي هاي السيجنال هي عباره عن مزيج من تو سيجنالز يعني احنا بشكل عام لما نرسم سيجنال زي هيك هاي السيجنال مساويه لسيجنال دي سي زي هيك هذا دي سي زائد سيجنال ثانيه الافرج تبعها خلينا نحاول ارسمها بشكل صحيح فالاريا الاريا فوق الخط مساوي للاريا تحت الخط ليش هاي اعتبرناها اي سي فيها فريكونسي تمام غير اتجاهها اوكي بس كمان ليش اعتبرت ما فيها دي سي هاي الافرج زيرو تمام اوكي فالافرج تبع هاي بيساوي زيرو وهذه هون الافرج تبعها بيساوي قيمه معينه لكنها كونستنت هون هذه ترو دي سي لو رحنا على الفريكونسي سبيكترم هذا طبعا هون زمن هذا تايم هذا تايم وهذا تايم وهذا في اوف تي وهذا هون في اوف تي لو رحنا على الفريكونسي سبيكترم بلاقي هاي السيجنال لها فريكونسي سبيكترم هذه هون اف اف مضبوط وهاي راح الاقي في لها فريكونسيز بتبدا من الفاندمنتال وبتزيد فممكن يكون لها فريكونسيز اذا هاي 50 مثلا هرتز فرضا
حلاقي لها عالميه مثلا فيها فريكونسي ما بحدد كيف بطلع هدول لهي السيجنال فورير سيريز عمل فورير سيريز على هاي تعطيني الكومبوننتس بس فيش فيها دي سي لاحظوا ما في شيء لكن هاي في لها دي سي بيور دي سي كومبوننت اوكي اذا الان احنا جاهزين ايش نعمل المرحله اللي بعدها هاي ما تنفع السيجنال زي ما هي ايش انا مهتم يا مهتم بالبيك يا مهتم بالافرج هلا هو ممكن اطلع البيك بس انا راح اخذ طريقه اسهل راح اطلع الافرج تبع السيجنال عايزين بيك انا بدي بيك ديتكتر لو بدي اطلع شيء صحيح بدي اخذ بيك ديتكتر هون بس انا راح اكتفي اني اخذ افرج يمكن كيف في طرق احسن اطلع البيك تبعها ايش الطريقه اللي ممكن اطلع الافرج تبع هاي اذا بدي افصل الاي سي عن الدي سي شو ممكن استعمل كيف ممكن اشيل الاي سي واخذ الدي سي كباس يعني ايش بدنا نكون دقيقين ايش لو باس واللو باس فلتر بدي احط الكت اوف فريكونسي تبعته بحيث انها تكون طبعا اكثر من زيرو بدها تكون اقل من السيجنال هاي الفريكونسي تبعت السيجنال هاي فمثلا اذا كانت هاي 25 50 هرتز ممكن احط هاي بحيث انها تكون فرق 25 هرتز او 10 هرتز بحيث انها تعمل فلتريشن وتطلع تشيل وراح يطلع معي هون الافرج وراح يطلع معي سيجنال هون زي هيك هلا اذا حطيت بس خط مقطع عشان تعرف انها هاي مش البيك اوكي بس انا رسمت رسمه هي عشان اكد لك انه ايش راح يطلع معي هون مش البيك راح يطلع الافرج تبع هذا السيجنال اوكي ماشي واضح احنا فصلنا التنين اذا بترجع تذكر حالك بالفريكونسي سبيكترم من هون احنا قلنا السيجنال الاصليه كان فيها دي سي فيها فاندمنتال 50 يمكن يكون فيها كمان 100 او حتى يمكن فيها 100 الاصليه هون هاي كانت 100 100 هرتز مثلا وهذه تكون 200 هرتز الى اخره احنا وين حطينا الفلتر؟ مثلا جينا حطينا الفلتر هون هيك اوكي ماشي واضح فاهمين طبعا هون انا رسمي غلط لازم يكون هذا لوغاريتمك اذا بدي ارسم اللو باس فلتر زي هيك ايش لازم يكون السكيل هذا لوغاريتمك ف200 ما راح يكون زي هون يعني 200 يمكن يجي بمكان مختلف اوكي ماشي واضح فهذا زيرو دي بي زيرو دي بي ايش راح يعمل بالجيت بالزيرو فريكونسي راح تمر زي ما هي وهذوك انتنيويشن كويس مع لانه في عندي مارجن كويسه في جاب كويسه بين هذول بين السيجنال هاي والسيجنال هاي نفس الشيء راح نعمل على الثاني راح نحط عليه لو باس فلتر هلا هون ما عندي مشكله فيز ما عندي مشكله لوس اوف فيز خلص عندي هذا راح يطلع دي سي وهذا راح يطلع دي سي ونفس الشيء راح يطلع معي هون هذا الافرج وراح ارسم هاي خط مقطع بس حتى تعرف انه هي الافرج مش البيك. راح يطلع معي هلا 2 دي سي سيجنالز من هون، هلا شو بعمل بال 2 دي سي سيجنالز اللي طلعوا؟ نطرح ال 2 دي سي سيجنالز من بعض، ايش نستعمل حتى نطرحهم؟ ديفرنس امبليفاير. بصير عندي هلا هذه S1 كأني أخذت الأفرج تبعها مثلا ماينس S2 الأفرج تبعها أوكي أخذنا S1 ماينس S2 اللي راح يطلع معي بكون AC ولا DC؟ DC لأنه هذا DC وهذا DC من هون خلصت أنا من الأي سي من اللو باس فلتر والدي سي هلا هذا تذكر إنه هو الأفرج مش البيك بس ما فيش مشكلة إذا أنا عملت كالبريشن للسيستم وبيطلع معي بعدين الاوتبوت من هون، هذا الاوتبوت بيمثل وهذا ميزته انه له اشاره بوزيتيف ونيجاتيف. رح يكون له اشاره بوزيتيف ونيجاتيف، واذا جينا هلا لما طرحنا هذول الاثنين من بعض رح يطلع معي الشكل التالي اللي هو الاوتبوت، هلا هون هاي لاحظوا انا حطيتها هون دي سي مباشر لما رسمتها هون رسمتها دي سي بس هي ما تطلع من هون دي سي. مضبوط؟ انا اللي رسمته هو السيجنال هاي والسيجنال هاي. فإذا بدي أكون دقيق حتى نوضحها، أنا اللي رسمتهم السيجنال سمي هاي إذا بدك A وهذه سميها B، هاي هون A وB، هاي السيجنال A اللي هي DC، وهي السيجنال B اللي رسمناها DC، أوكي ماشي؟ يعني أنا اللي بشوفه بتغير هيو زي هناك، مش بشوف أنا AC عماله بتغير، هي هذا هون الـAC، يعني نرجع نرسم هدول هينا هاي اوكي فحسب الموقع حسب موقع هذا راح يتغير البيك تبع هاي والبيك تبع هاي
حولته لفول ويف ريكتيفيكيشن فول ويف ريكتيفيكيشن عملت له لو باس فلترنج هلا هون صار دي سي وهون صار دي سي ومش شرط طبعا يكون متساوي ما بتساوي التنين هذول الا ايمتى عند النقطه هاي وبرا بتساوي هون يكونوا التنين متساويين فحاصل طرحهم هون زيرو هون زيرو وحاصل طرحهم عند النقطه هاي زيرو لكن اذا اخذت a ماينس b زي ما انا عامل هناك a ماينس b راح تكون بوزيتيف في المنطقه هاي وراح تصير a ماينس b نيجاتيف في المنطقه هاي نرسم هلا السيجنال اللي بتطلع معي نهائيا تصير عندي هاي ناقص هاي فتقريبا راح يكون عندي هون هيك هون زيرو مظبوط تقريبا الماكسيمم راح يكون هذا اللي هو السيجنال هاي اللي موجوده ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف اللي حسب البوزيشن اللي موجود وطبعا هون عندي مبين مظبوط هيك احنا عملنا لا لو انا عملت اي ماينس بي كان بامكانك تعمل بي ماينس اي ما فيش مشكله طبعا اذا كانها بوزيتيف وين راح تكون الرود؟ للشمال واذا كانت نيجاتيف راح تكون الرد لليمين لو عملنا بي ماينس اي راح تنعكس معنا ما في مشكله المهم من هيوني وين الستروك؟ ستروك هي هاي اذا اخذت النقطه هاي والنقطه هاي هذا الخط صار يمثل ستروك طبعا هو في شوي نون لينيرتي بالاخر هون في شوية نون لينيرتي وهون في شوية نون لينيرتي بس الفاليوز يونيك ايش يعني يونيك؟ يعني بس يطلع معي فاليو بعرف بالضبط وين الرد موجوده مضبوط ما في لخبطه فيها هون لانه هون بوزيتيف وهون نيجاتيف والقيمه من هون تتناسب مع البوزيشن تبعت الرد بالستروك هذا ال في دي تي ما له معنى استعمله لستروك اكبر من هيك ما راح يعطيني بده يكون لهون او حتى ممكن اصغر شوي ممكن اقرر انا اصغر شوي حتى اتخلص شوي من النان لينيرتي اللي على الطرف اصغر الستروك واستعمل هذا يكون الستروك تبع هذا ال في دي تي والستروك هو مواصفه موجوده في الداتا شيت تبعت هذا ال في دي تي اوكي هاي الطريقه الاولى